ينصح طبيب التخدير بالتخدير العام لإجراء ولادتك القيصرية العاجلة. سيتم تركيب إبرة مغذي وريدي بظاهر اليد، وعند وصولك إلى غرفة العمليات سنقوم بإعطائك محلول لتشربيه. يقوم ذلك السائل بمعادلة حموضة المعدة. سيقوم طبيب التخدير بإعطاء قناع أكسجين لتستنشقيه قبل التخدير. قد يشعرك هذا القناع بالضيق، ولكنه ضروري لتزويدك وتزويد جنينك بالأكسجين قبل التخدير. سيقوم طبيب التخدير بحقن عقاقير التخدير العام عن طريق المغذي الوريدي، وبينما تخلدين إلى النوم ستشعرين بضغط أعلى القصبة الهوائية، والذي يساعد على حماية رئتيك أثناء التخدير. من النادر أن تشعري أو تسمعي أي شيء أثناء التخدير العام. وعند الاستيقاظ ستجدين نفسك في غرفة الإفاقة، حيث تتمكنين عندها من رؤية طفلك. بينما أنت تحت تأثير التخدير العام، سنقوم بحقن مخدر موضعي للأعصاب المغذية لمنطقة الجرح، وهذا يساعد على تسكين آلام ما بعد الجراحة. هذا التخدير الموضعي آمن جدا، ونادرا ما قد يتسبب في تلف للأعصاب أو إصابة للأعضاء. بعد انتهاء الجراحة وقبل إفاقتك من التخدير العام، وفي حالة موافقتك مع عدم وجود أي موانع للاستخدام، سنقوم بإعطائك مسكن للألم مثل الأيبوبروفين على هيئة أقمع شرجية ليساعد على تسكين آلام ما بعد العملية. بعد إفاقتك من التخدير العام، قد يكون هناك شعور بآلام في الحلق أو غثيان أو ألم بموضع الجراحة. سنقوم بإعطائك مسكنات للألم أو مضادات للغثيان والقيء ما احتجتي. في بعض الأحيان قد يكون هناك جروح صغيرة أو كدمات باللسان أو الشفتين، ونادرا ما يحدث إصابة للأسنان.